أرحب بالقيادي في المقاول الشعبي عبد حمود الصغير إلى نشرة الأخبار. أنتم الآن في زيارة إلى جبهات الوازعية برفقة قيادات أخرى من المقاومة الشعبية، لو تطلعنا عن تطورات الوضع في الوازعية. بسم الله الرحمن الرحيم، أحيي جميع المشاهدين الكرام. قيادة اللواء 17 مشابه قيادة العميد عبد الرحمن شمسان وقيادتي أنا العقيد عبد حمود رئيس عملية اللواء 17 مشابه، نفذت زيارة ميدانية لجبهة الوازعية وللوقوف أمام التطورات الجديدة التي حدثت هناك بتقدم قواتنا باتجاه الخط الرئيسي خط الوازعية. الشباب اليوم سيطروا على مواقع جديدة وهم على مقربة جدا من هذا الخط الفاصل اللي هو خط الوازعية، والذي بقطع هذا الخط يمكن الشباب من التقدم باتجاه احكام السيطرة على مديرية الوازعة بشكل كامل. كما أن هناك تطورات كبيرة في جبهة مقبنة، حيث الشباب سيطروا على مواقع جديدة في تلك المواقع، وهم يقتربون الآن من السيطرة على الخط الرئيسي الواصل ما بين تعز الحديدة وهو في منطقة العيار. الآن أسلحتنا على أو الخط الرئيسي ومصنع البرح على مرمى من أسلحتنا بشكل كبير جدا. نحاول في الساعة القادمة وفي الأيام القادمة إحكام السيطرة على مديريتي مقبنة من فرع حميار وأيضا الوازعية لاستكمال تحرير هذه المناطق وصولا إلى التقدم باتجاه بوزع وباتجاه خط البرح ومصنع المخا. طيب، ماذا عن مستوى التنسيق بين مختلف الجبهات؟ هل نتوقع أن يحصل تلاقي لكل الجبهات وتحرير المحافظة بشكل كامل؟ بين كل الجبهات التنسيق عالي، بين كل الجبهات سواء الجبهات الفرعية أو الجبهات أو القيادة الألوية العسكرية، مستثنى بقيادة اللواء 17 مشاة وقيادة اللواء الثالث هزم وأيضا قيادة الألوية المتقدمة من اتجاه ذباب، كلها على تنسيق مباشر. تجري هذه العملية القيادة المنطقة العسكرية الرابعة وقيادة المحاور المتواجدة في هذه المنطقة. طيب، بالنسبة لعملية الربح الذهبي في الساحل الغربي، التنسيق معكم وإلينا وصلت التحركات هناك ونتائج المعارك؟ المعارك الآن على قدم وساق وعلى أشدها باتجاه خط المخا بعد تحرير وتمشيط العمري ومفرق العمري. الآن المعارك تشتد بعد مفرق العمري، نعمل بالساعات القادمة أن تسمعوا خبرا سارا إن شاء الله. مفرق العمري التي تحت السيطرة الآن من المعسكر بشكل كامل؟ المعسكر والمفرق كلهم بات تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم، شكرا جزيلا لك القيادي في المقاومة الشعبية عبد حمود الصغير.